ومعنا للتعليق على هذا الموضوع عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم. مرحبا بك معنا سيد طارق. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير. النائب الأول للرئيس الإيراني يقول إن أمن الممرات المائية ومضيق هرمز يشكل خطا أحمر بالنسبة لإيران، كيف يمكن تفسير هذا التصريح؟ نعم، كما شاهدنا في الأسابيع وفي الأشهر الماضية، النظام الإيراني بدأ يمارس جميع الأوراق المتاحة لديه، تارة بالدبلوماسية المرنة بواسطة الرئيس روحاني ووزير خارجيته، وتارة على لسان قادة الحرس الثوري الذين دائما يخرجون بتصريحات نارية ويهددون أمن الخليج والأمن الإقليمي. لذلك اليوم جهانجي وهو نائب الرئيس الإيراني عندما يقوم بهذه التصريحات هي نابعة عن دبلوماسية وعن خطة ينتهجها النظام الإيراني حاليا لمناورته في الأزمة التي موجودة الآن حاليا بينه وبين الولايات المتحدة في المنطقة. نعم، هل تعتقد أن إيران قررت المواجهة مع أمريكا في ظل التهديدات التي تتلقاها بشكل يومي تقريبا؟ لا يمكن للنظام الإيراني أن حتى يفكر بالمواجهة الحقيقية مع الولايات المتحدة، لأن النظام الإيراني اليوم يواجه أزمات كارثية تعصف بالنظام الإيراني داخليا وحتى خارجيا. اليوم العقوبات استطاعت أن تغلص كاهل النظام الإيراني، البطالة مستشية في كل مكان، العصيان المدني موجود في جميع مناطق الشعوب في إيران، وحتى خارجيا النظام الإيراني ليس لديه دبلوماسية قوية تستطيع أن تحلحل هذه الأزمات، وليس للنظام الإيراني أي أوراق يستطيع أن يلعب بها. اليوم حتى وزير خارجية إيران أصبح من المفترض أن يكون جزء من منظومة العقوبات والشخص الغير مرغوب في الدبلوماسية الخارجية الإيرانية لا سيما في الولايات المتحدة. لذلك النظام الإيراني يعني الحلقة تضيق أكثر على هذا النظام ويعني تزداد سوءا وتتسكر كل الطرق الدبلوماسية بوجه هذا النظام. لو أردنا التحدث عن الموقف البريطاني تحديدا، المتحدث باسم الحكومة في بريطانيا قال إنه يجب على إيران الكف عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة، وهذا التصريح جاء بعد مطالبة أمريكا من بريطانيا باتباع سياسة أكثر تشددا مع الموقف الإيراني. هل هناك تغيير طرأ على الموقف البريطاني بعد تولي بوريس جونسون؟ طبعا بريطانيا اليوم أمام فرصة تاريخية حتى تنضم إلى الحلف الأمريكي في الخليج العربي، وهي أساسا صرحت بذلك وقامت بتزويد منظومتها الحربية في منطقة الخليج العربي، ودعت عدد كبير من الدول من ضمنها النظام الصهيوني حتى يتواجد في منطقة الخليج العربي. اليوم الأمريكيين بواسطة جون بولتون أرسلوا عدة رسائل لبريطانيا من ضمنها أن تتحالف معهم وتقف معهم في لحظة تاريخية في مرحلة تاريخية من السياسة الأمريكية. وهذا ما يفسر إرسال فرقاطة إلى الخليج العربي، بريطانيا طبعا. بدأت دولة بريطانيا، بدأت حكومة بريطانيا منذ أن قامت باحتجاز السفينة الإيرانية غريس وان في منطقة جبل الطارق أن تتدخل بشكل كامل في منطقة الخليج العربي وفي الأزمة الإيرانية المفتعلة. بريطانيا منذ بدء الأزمة الإيرانية كانت تمسك العصا من الوسط، لأنها كانت تتبع سياسة معتدلة. اليوم بريطانيا تلعب دور محوري بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي، ووجود بريطانيا في منطقة الخليج العربي بجانب الولايات المتحدة هي دلالة على جلب دول أوروبية مزيد إلى هذا الحلف، وهي بداية التوافد الدولي في هذه المنطقة. أخيرا، هل تتوقع مواجهة محتملة أم أن ما يحصل في الخليج هو إدارة للصراع بين هذه الأطراف ربما يمتد إلى أمد بعيد؟ هنالك هدف تطالب به الولايات المتحدة. أول هدف والذي هو الأكثر غريب لهذه السيناريو والأكثر غريب للحدوث جلب إيران إلى طاولة المفاوضات،
تحت شرايط وتحت شروط أمريكية، وتحت يعني تحت أسباب جديدة وتحت شروط جديدة تفرضها الولايات المتحدة على إيران قبل انتخابات 2020 يعني المرتقبة في الولايات المتحدة. أما بالنسبة للضربة العسكرية المحدودة وغير المحدودة، أنا أستبعد ذلك لغاية 2020، لأن الولايات المتحدة تبحث عن، أو الإدارة الأمريكية الحالية تبحث عن تمرير مشروع الانتخابات، وتريد أن تجلب يعني تجلب إيران إلى المفاوضات حتى تكسب الانتخابات من خلال يعني من خلال يعني من خلال إنهاء الخطأ الإيراني، ومن خلال وصلت الفكرة. سيد طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية، كنت معنا من أوسلو، شكرا جزيلا لك.